وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء قاعدة عند أهل السنة والجماعة، تنزيه وإثبات، والمعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة، معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نعم. وقال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، بالغة في الحسن أكملة. وقال فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم. وقال سبحانه في سورة النحل ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان، يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ويثبتون معانيها لله سبحانه. ما معنى أمروها كما جاءت؟ هل معنى هذا لا نفهم معناها؟ لا. ولهذا نبه المؤلف الشارح الآن هنا، هل معنى هذا أن نقرأ الآيات كما تقرأ الآن؟ الآن يعني مثلا يكتب كتابة بالأردية، باللغة الأردية مثلا، أو اللغة الإنجليزية تكتب باللغة العربية مثلا، أوكي مثلا يكتب ألف واو مثلا، فأنت تقرأ أوكي وما تفهم ما معنى أوكي مثلا، هل معنى هذا أن نقرأ نصوص الكتاب والسنة ونمرها ولا نفهم منها شيء؟ لا، أمروها كما جاءت يعني إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة. ولهذا قال، تعيد الآن كلام الشارح، قال يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، كما جاءت يعني نفهم معناها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وننزه الله سبحانه وتعالى، ونقول المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة، هذا معنى أمروها كما جاءت. نعم، إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة، جمعت في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. نعم، وسط بين التعطيل والتمثيل، هؤلاء عطلوا وهؤلاء مثلوا، أهل السنة وسط كما قال الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية رحمه الله تعالى، وسط بين أهل التعطيل لم يعطلوا، أثبتوا ولم يمثلوا لأنهم نزهوا. نعم.